يجب على كل مسلم يشد الرحال إلى الأقصى، شدوا الرحال إلى الأقصى، شدوا الرحال إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الأقصى، الأقصى ليس بحاجة إلنا. بعيط القدس على المسلمين، حزين اشتير القدس علينا، لأنه لازم نيجي ونصلي. شو البيت بده يسوينا؟ اللي بده يموت بموت، لو حتى ببيته بده يموت. من يوم رمضان اليوم أنا كثير حزينة، يعني المرة الثانية جيت وفيش حدا، فيش حدا بالأقصى. ليش الناس خايفة؟ ليش خايفين؟ ما بأخذ الروح إلا الرب العباد. بالعكس الأقصى بتكوى فينا والناس تكوى فينا، لازم إحنا نشجع الناس تتشجع. فيش إشي بخاف منه، يعني ما حدا بخوف.